زوجات ملوك وشقيقات ملوك، أميرات مغربيات يخطفن الأضواء أينما ذهبن، منهن الزوجة الأنيقة الفاتنة التي اختفت في ظروف غامضة، شقيقة تمردت على قوانين القصر المغربي، واحدة استثنائية رزينة في كل خطواتها، وأخرى عاشت أجمل قصة حب، دون أن ننسى الشقراء اللبنانية التي خطفت قلب أمير المغرب، والمراكشية التي تزوجها مولاي رشيد بعد سنين من العزوية. أسرار وحكايات عديدة تحيط بأميرات القصر المغربي، فما هي تفاصيل حياتهن من زواج وطلاق وثروة؟ وما هي الأسرار الخفية لأميرات القصر العلوي؟ قناة ونيس، اشتراكك هو أكبر دعم لنا. للا سلمى بنت شعب أصبحت أميرة. ولدت سلمى بنانية في 10 مايو عام 1978، وتنتمي لعائلة فاسية عريقة، تنتسب لعائلة الفاس الفهري بمدينة فاس المغربية المعروفة بتواجد عدد كبير من العائلات اليهودية، وذلك سبب ظهور إشاعات خاطئة حول انتسابها لليهود. بعد 3 سنوات من ولادتها توفيت والدتها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، فانتقل والدها للعيش في مدينة الرباط، وتربت سلمى على يد جدتها، وتلقت تعليمها الابتدائي بالعاصمة، ثم تابعت دراستها الثانوية بمؤسسة نموذجية تابعة لوزارة التربية الوطنية. كانت حياتها بسيطة، تركب الحافلة للانتقال للمدرسة، وتقضي معظم أوقاتها مع ابنة عمها سايرة، لكنها كانت متفوقة في دراستها، وأحرزت شهادة البكالوريا في شعبة العلوم الرياضية، ثم التحقت بالمدرسة العليا للمعلوماتية، وحصلت على الدرجة الأولى على الصعيد الوطني، وهو ما فتح لها الأبواب للعمل كمهندسة خدمات في مجموعة وينا، واحدة من أكبر الشركات القابضة في البلاد، تديرها العائلة الملكية المغربية. ودخلت سلمى ضمن دفعة خاصة من الطلاب المتفوقين التي استقبلها ولي العهد محمد السادس آنذاك، وكان نفس اليوم الذي اتسم فيه الحظ لسلمى، فقد وقع الأمير المغربي في حبها من النظرة الأولى، وجمعتهما علاقة حب دامت لسنتين انتهت بإعلان زواجهما بعد تولي الملك محمد السادس للحكم، وتوج حبهما بزفاف ملكي لتصبح بذلك أول امرأة من عامة الشعب تدخل للقصر الملكي المغربي، وأول زوجة للملك يتعرف عليها الشعب وتأخذ لقب الأميرة. ففرح المغاربة برؤية صور أميرتهم وهي تلبس القفطان المغربي الأصيل وتزينها الأحجار الكريمة والياقوت، وانتشرت الأخبار حول شخصيتها المميزة، فازداد حب الشعب لأميرة لم يروا مثلها من قبل. وبعد شهور قليلة بدأت الأميرة المغربية تظهر بجوار الملك في مختلف الحفلات والمناسبات، وكان حديث العالم العربي أجمع يدور حول أناقتها الملفتة، فقد كانت تعشق ارتداء القفاطين المغربية على طريقتها الملكية بتفاصيل الطرز الرباطي وما يسمى بالفصالة المخزنية المميزة، وتحرص على إظهار تقاليد اللباس المغربي كما يجب. فقد فازت خلال حضورها حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون بلقب الضيفة الأكثر أناقة، مشرفة بذلك القفطان المغربي أمام ضيوف من جميع أنحاء العالم. كما تميزت بعض إطلالتها بارتداء فساتين فرنسية من أفخم الماركات مع مجوهرات عصرية مميزة، ما جعلها تحصل على الرتبة الثالثة من ترتيب أجمل أميرات العالم، متفوقة بذلك على الكثير من الأميرات. كما خرطت الأميرة في العمل الخيري بشكل دارس من خلال إشرافها على مشاريع تنموية وخيرية أبرزها جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان، فكانت خير مثال للمرأة القوية، واستطاعت التوفيق بين أدوارها الملكية مع كونها أما لطفلين وهما الأمير ولي العهد مولاي الحسن والأميرة للا خديجة. وفي سنة 2018 نشر النظام الملكي على موقعه الرسمي صورة للملك محمد السادس بعد خضوعه لعملية جراحية في عيادة بباريس وهو محاط بأبنائه وإخوته، فاستغرب العالم من عدم ظهور للا سلمى بالصورة، بينما كانت دائما أول الداعمين للملك وتحرص على مرافقته، فبدأت التساؤلات من هنا وهناك، وظهرت شائعات حول تعرضها للقتل والدفن داخل القصر، لكن الصحافة التقطت لها صورة بعد شهور قليلة مع ابنها وابنتها بجزيرة يونانية، فبدأت شائعات جديدة حول هروبها بأبنائها من القصر الملكي. ومع تزايد الشائعات اضطر المحامي الرسمي للزوجين إعلان خبر طلاق الأميرة سلمى والملك المغربي بشكل رسمي
وكذب خبر الشائعات التي يتم الترويج لها. فلازالت لالا سلمى تعيش ليومنا هذا بقصر دار السلام في مدينة الرباط بعد طلاقها من الملك، وهو أمر يؤكده أهل الرباط برؤيتهم الدائمة للأميرة في سيارتها، وذلك رغبة منها في البقاء قرب أبنائها، كما حضرت لجنازة جدتها رفقة ابنها مولاه الحسن. وكان هذا الفيديو هو آخر ظهور للأميرة بمدينة أصيلة، وهي محاطة بالحراس وتعيش حياة طبيعية بعد طلاقها، فرؤيتها أمام العلن كانت من أجل أدوارها ومهمها كأميرة. أما بعد طلاقها وخاصة بعد التقاط عدة صور لها مع عائلتها وأبنائها، أين يتوقع الناس رؤيتها للتأكد أنها لا تزال حية؟ هل ينتظرون من أميرة ذات مرتبة عالية في الدولة المغربية وأم الملك المستقبلي للبلاد أن تظهر في البرامج وتدخل في الحوارات الصحفية من أجل جني المال والشهرة؟ هل ينتظرون من امرأة مثقفة ذكية أن تبدأ في تشويه صورة طليقها ووالد أبنائها أمام العلن كما تفعل أميرات الغرب؟ لمياء الصلح شقراء خطفت قلب أمير المغرب، أول أجنبية تدخل القصر الملكي كزوجة لأمير مغربي. قصة الحب الأكثر تميزا داخل القصر الملكي، أحبها الأمير بجنون وكادت تعدم بسبب حبها له. لقاءهما الأول كان في مدينة الحب باريس، ومنذ أول نظرة سحرته بجمالها ووقع في عشقها. الأمير المغربي مولاي عبد الله شقيق الملك الحسن الثاني وابن الملك محمد الخامس من زوجته الثانية للا عبلة بنت الطاهر، وغالبا ما لاحظ المغاربة وجوده خلف أبيه وبالقرب من شقيقه. وكان الأمير يحب السفر، وفي إحدى إجازاته في مدينة باريس التقى بحبيبة قلبه الجميلة لمياء الصلح، وهي تنحدر من العائلة الأميرية اللبنانية الغنية عن التعريف. عائلة الصلح ولدت عام 1938، وهي ابنة رياض الصلح أول وزير لبناني بعد الاستقلال الفرنسي. تربت وشقيقتيها منى وليلى تربية محافظة، يرافقها الخدم إلى المدرسة وتلزمها المربية في النزهات. عاشت وسط الخدم والحشم، ثم سافرت إلى مدينة باريس لاستكمال دراستها، حيث حصلت على الإجازة من جامعة السوربون. في نفس هذه الفترة التقت بالأمير المغربي عبد الله، كان حبا من النظرة الأولى، عشقها الأمير بجنون وبادته الأميرة الجميلة نفس الشعور. رغم أن الوقت الذي قضياه معا لم يكن بالطويل، فقد شاءت الأقدار أن يحصل سوء تفاهم سياسي بين الحكومة الفرنسية والحكومة المغربية في نفس الفترة، ليعود الأمير عبد الله سريعا إلى المغرب وقلبه محمل بالحب. وذهبت لمياء في زيارة لقصر شقيقتها في السعودية، حيث كانت زوجة الأمير طلال بن الملك سعود، رآها واحد من الأمراء السعوديين فأعجب بها، ثم سافر يطلب يدها للزواج من والدتها في لبنان. السيدة الصلح لم ترى سببا للرفض وقبلت الخطوبة. وعندها ذاع صيت خبر القران المقبل للأمير السعودي مع لمياء الصلح، وما إن سمع الأمير المغربي بالخبر حتى رن هاتف منزل السيد الصلح، والمتصل هو السفير المغربي ابن عبد النبي شخصيا، يطلب لمياء للزواج من الأمير عبد الله. فظهرت علامات الفرح على لمياء، وكانت كلمة الحب هي المسموعة. ثم سافر وفد دبلوماسي من طرف الملك محمد الخامس لخطبة الأميرة في لبنان، ولبست الخطيبة الحسناء قفطانا مغربيا وعباءة من حرير مطرسا بخيوط من ذهب، وزينت خصرها بحزام مرش بالأحجار الكريمة أهداه إياها الأمير عبد الله، والسعادة الظاهرة على وجهها تكاد لا توصف. وتميزت حفلة زفاف العاشقين بالطابع الملكي المغربي الفخم، وكان هذا الزفاف حديث الوطن العربي آنذاك نظرا لوسامة العروسين، تقارب سنهما وانسجامهما، وكذلك علامات الفرح الظاهرة عليهما. وأصبحت لمياء تحمل لقب سمو الأميرة وأول أجنبية تدخل القصر المغربي كعروسة، ولقبها المغاربة بالأميرة الشرقية. وفي سنة 1964 أنجبت الأميرة لمياء حفيظا للأسرة الملكية فرح به والده وأسماه هشام، وقد شهد المقربون للعائلة بالحب الكبير الذي دام بين الزوجين منذ أول أيام لقائهم حتى عام 1983 عندما توفي الأمير الوسيم بعد إصابته بمرض السرطان وعمره لا يكاد يتجاوز 48 سنة، بعد أن أنجبت له لمياء 3 أبناء، وهم الأمير هشام، الأميرة زينب، والأمير إسماعيل،
وكان آخر ظهور للأميرة لمياء سنة 2020 عندما نشر ابنها صورة له رفقة والدته لالا أم كلثوم زوجة مولاي رشيد. اسمها أم كلثوم أبو فارس، ولدت سنة 1987 لعائلة مراكشية عريقة ومعروفة، ولها ارتباط كبير بدار المخزن والعائلة الملكية المغربية. فوالدها مولاي المأمون أبو فارس كان واليا على المدينة الحمراء مراكش، وهو ليس بغريب على الأسرة العلوية، فوالدته هي الأميرة لالا خديجة شقيقة الملك الراحل محمد الخامس. درست أم كلثوم مع النخبة المراكشية في مدرسة أوغست لونواغ التي قضت بها المرحلة الابتدائية قبل أن تنتقل إلى ثانوية فيكتور هيغو، وتنال شهادة الباكالوريا في شعبة الاقتصاد. وبحكم القرابة الدموية التي تجمعها بالعائلة الملكية، فقد كانت تزور القصر الملكي مع والدها، فبدت قصة صداقتها بالأميرة المغربية لالا سكينة، وهي ابنة الأميرة لالا مريم، فكانت صداقتهما قوية، حتى قيل أن الحسن الثاني أحب أم كلثوم على محبة لالا سكينة، فقربها من القصر والعائلة، واستمرت صداقتهما حتى سافرت الشابتان للدراسة في فرنسا. وفي الجانب الآخر، كان الأمير مولاي رشيد، وهو النجل أصغر للملك المغربي الراحل الحسن الثاني، وشقيق الملك الحالي محمد السادس، وكان الأمير ملقباً بكونه أشهر عازب في المغرب، فقد بقي عازباً لمدة 44 عاماً، وهو عمر لم يصله أي أمير مغربي من قبل دون أن يتزوج. لكن قراره باستبعاد زواج سيتغير تماماً بعد لقائه مع أم كلثوم، وذلك خلال حضورها حفل زفاف صديقتها الأميرة لالا سكينة، فخطفت قلب الأمير المغربي بجمالها ورزانتها. ولم تمر سوى شهور قليلة ليقرر الأمير أخيراً أن أم كلثوم هي شريكة حياته المناسبة، فشهد عام 2014 مفاجأة أفرحت المغاربة جميعاً بإعلان القصر المغربي موعد زفاف مولاي رشيد والشابة الحسناء أم كلثوم أبو فارس التي كانت في 27 من عمرها آنذاك، لتشهد مدينة الرباط زفافاً ملكياً مميزاً دام لثلاثة أيام وفق تقاليد القصر الملكي المغربي، إذ خصص اليوم الأول لموكب الهدية، والذي ترأسه الملك المغربي محمد السادس، واستقبل بنفسه وفود المباركين لهذا الزفاف منهم عرب وغرب من داخل المغرب وخارجه. وبعد زفافهما برزت أم كلثوم كأميرة رزينة تليق بمقامها، فكانت تشارك زوجها الزيارات والبروتوكولات الملكية كما يجب، واشتهرت بفخامتها وأناقتها سواء بالمظهر أو التصرف. وفي عام 2016 رزق الزوجان بمولودهما الأول مولاي أحمد، كما رزق الثنائي عام 2022 بالأمير مولاي عبد السلام، لتكون بذلك الفتاة المحظوظة التي اختارها الأمير المغربي لتكون شريكة حياته بعد سنين من العزوبية، والتي حصلت بفضل رزانتها وحسن تعاملها على مرتبة أميرة. لالا حسناء، ما قصة زواجها وطلاقها؟ أصغر ابنة لملك المغرب السابق الحسن الثاني من زوجته لللطيفة حمو وشقيقة الملك محمد السادس والأمير مولاي رشيد، ولها أختان هما لا أسماء ولا مريم. ازدادت الأميرة يوم 19 نوفمبر عام 1967 بالقصر المغربي بمدينة الرباط، ولكونها آخر عنقود القصر العلوي، حظيت لالا حسناء بمكانة خاصة بقلب الحسن الثاني، فكانت مدللته ومحبوبته، وتلقت تعليمها كجميع أفراد العائلة الملكية بالمدرسة المولوية جنب شقيقها الملك، فعرفت منذ طفولتها بالانضباط والالتزام. وفور إتمام دراستها تمت خطوبة الأميرة من دكتور القلب خالد محربيت ابن مدير ديوان وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، خطوبة دامت لثلاثة سنوات قبل أن يعلن القصر المغربي بدء مراسم زواج. وهو الخبر الذي أفرح جميع المغاربة، فشهدت مدينة الرباط يوم 13 ديسمبر عام 1991 زفافاً على التقاليد الملكية العلوية. لبست الأميرة ثوباً من الحرير مزين بالأحجار الكريمة، ونشر القصر صورها رفقة والدها الملك، وقام أكثر من 100,000 مغربي بالرحلة لحضور حفل زفاف هذا، واستمر الاحتفال خمسة أيام في كل من مدينة فاس والرباط. وكان من بين ضيوف هذا الزفاف الفخم ابنة الملك حسين ملك الأردن والأمير التايلاندي والملك سيميون الثاني ملك بلغاريا، ورزق الثنائي بابنتين
هما الأميرة أميمة في 15 ديسمبر عام 1995 والأميرة عرية في 20 أكتوبر عام 1997، لكن زواجهما لم يدم طويلاً وتم الطلاق بهدوء دون أي مشاكل بين العائلتين. حتى هذه السنوات كانت الأميرة قليلة الظهور أمام الإعلام، إلى أن حملها والدها الحسن الثاني مسؤولية كبيرة، وذلك عام 1999 عندما جعلها المسؤولة الأولى بمهمة الحرص على التراث الشاطئي. وما لا يعلمه الكثيرون أن الأميرة بالإضافة إلى مهامها الملكية تدير شركة خاصة بها متخصصة في الحلي والمجوهرات الفاخرة بمساعدة من ابنتيها الأميرتين. وقد بلغت ثروة الأميرة حسب مجلة فوربس ما يقارب 5 مليون دولار، الأرقام التي تبقى نسبية إلى حد كبير، خاصة بعد انتشار أخبار حول امتلاكها منزلا فاخرا ثمن المتر المربع فيه هو الأغلى في بريطانيا، وذلك لكونه قرب قصر كينسنتون، قصر الملكة إليزابيث والعائلة البريطانية، وقدر ثمنه بما يقارب 11 مليون دولار. كما تعتبر الأميرة للا حسناء أشهر أميرة بالمغرب، فقد أدرج اسمها مع شقيقها كأشهر الأمراء، وذلك بفضل ظهورها الدائم والتزامها بشؤون حماية البيئة. للا أسماء وقصة حبها الأسطورية. ولدت الأميرة للا أسماء يوم 29 سبتمبر عام 1965 بالقصر الملكي بالرباط، كثالث ابنة يرزق بها الملك الحسن الثاني مع زوجته للطيفة حمو، وهي أصغر بعامين من شقيقها محمد السادس الذي كانت أقرب شقائه خلال طفولتهما. فدرست الأميرة بالمدرسة المولوية داخل القصر الملكي كجميع الأمراء والأميرات، وتشربت تربية المخزن كما يجب حتى حصولها على شهادتها. ومباشرة بعد زفاف شقيقتها الكبرى للا مريم بدأت قصة حب للا أسماء المميزة التي كان بطلها الشاب الوسيم خالد بوشنتوف، رجل أعمال من مدينة الدار البيضاء وعضو بالجامعة المغربية للملاكمة. والده بليوط بوشنتوف رئيس بلدية المدينة بين عامي 76 و94، وكان قد وقع في عشق الأميرة للا أسماء عندما رآها مباشرة للمرة الأولى خلال إحدى المناسبات الملكية الرسمية، فلمحها بعينيه ثم ابتسم لها وبادرته بابتسامة خجولة، فوقع الشاب بحبها وتمناها زوجة له. وقد يبدو خالد لمنصب مرموق بالنسبة للبعض، لكن التقدم لطلب يد أميرة مغربية ليس بالأمر اليسير، فوالده مجرد رئيس للبلدية وهو أيضا واحد من مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي يخالف قواعد القصر الملكي المرتبطة بزواج الأميرات من الرجال الغير السياسيين لتفادي الاختلاط بين السلط، خاصة أن والدها هو الحسن الثاني الرجل الأقوى بالمملكة المغربية المعروف بشخصيته وصرامته. هنا لم يكن للشاب الوسيم سوى اللجوء لطلب مساعدة والده الذي وعده بفعل كل ما يستطيع لأجل تحقيق حلمه وتزويجه بأميرة أحلامه. ورغم مرور عدة أيام ازداد إصرار خالد وتعلقه بالأميرة، الأمر الذي لاحظه والده وجميع المقربين منه، فقرر أخذ المجازفة وتحدث مع الوزير إدريس البصري الذي كان من المقربين للملك، أخبره بما يحدث وطلب استشارته. فما كان للوزير سوى تقديم وعده بإخبار الحسن الثاني في أول فرصة عندما يرى أن الوقت مناسب. وبعد مرور شهور كاد يفقد خلالها خالد أمله الوحيد، حتى اتصل هاتف والده بخبر أفرح عائلة بوشنتوف بأسرها، فهذا الوزير البصري بنفسه يخبره بقبول الحسن الثاني لطلب خالد ويسمح له بالتقدم لخطبة ابنته بعد أن أخذ وقته الكافي في البحث عنه ووجد فيه من الاجتهاد والأخلاق ما يناسب ابنته الأميرة. ولن تمر سوى أيام قليلة حتى شهدت مدينة الرباط حفلا ملكيا أسطوريا أقيم على الطريقة المغربية الأصيلة. لبست الأميرة قفطانا مغربيا مزينا بخيوط الذهب، وكانت الابتسامة العريضة لا تفارق وجه خالد الذي فاز بفتاة أحلامه أميرة المغرب المميزة. وبعد الزواج زال الحب والتفاهم بينهما. ساعد خالد زوجته في إطلاق أول مشروع لها، ورزقت للا أسماء من زواجها بمولودها الأول عام 1988
الذي أسماه الملك الحسن الثاني بنفسه مولاي اليزيد، وكذلك مولودتها الثانية لنهيلة عام 1992. كما شهد جميع المقربين من القصر بالعلاقة المميزة التي جمعت الأميرة بزوجها والحب الذي دام بينهما لسنين قبل أن يتم إعلان طلاقهما. الخبر الذي لم يكن ينتظره أي أحد وفاجأ في الحقيقة الشارع المغربي، لكن طلاقها تم باحترام وتقدير كبير دون أي مشاكل بين العائلتين، هادئ تماما كشخصية الأميرة المعروفة برزانتها وثباتها، مما جعل الجميع يتفق على أن طلاقها كان بالتأكيد لسبب وجيه. فالبيوت أسرار ولا يعلم ما بين الزوجين سواهما، حتى لو كان يبدوان في قمة السعادة والفرح. للا مريم أميرة تمردت على القصر المغربي، أول طفلة رزق بها الملك الراحل حسن الثاني يوم 26 من غشت عام 1962. ولدت الأميرة في روما بإيطاليا، عندما كان الملك الحسن الثاني يقضي عطلة صيفية مع زوجته للطيفة، فخطفت قلب الملك المغربي لكونها طفلته الأولى وأسماها مريم. وتابعت مريم دراستها بالمدرسة المولوية والمعهد الملكي داخل القصر، لتتخرج بعد سنوات دراستها من جامعة محمد الخامس بالرباط. وبعدها بسنوات قليلة أعلن القصر الملكي خبر زفاف الأميرة من الشاب فؤاد الفيلالي، وقد كان زفافا تقليديا بتخطيط من العائلتين، فقد كان فؤاد الفيلالي مصرفيا كبير الشأن في ويل ستريت بالولايات المتحدة الأمريكية. والده هو عبد اللطيف الفيلالي، الوزير الأول للحسن الثاني وواحد من أقرب الرجال له. تعرف عليه الملك بعد زيارة له داخل القصر، فأعجب الملك بشخصية فؤاد وبنجاحه، ثم بدأت بعدها الزيارات تزداد بين العائلتين، لتتقدم عائلة الفيلالي رسميا بطلب يد الأميرة لمريم ذات 21 سنة للشاب فؤاد الفيلالي الذي لم يتجاوز عمره 27. فكان حفلا ملكيا لم ينساه أهل فاس أبدا. وفي 3 أبريل عام 1986 أنجر الزوجان أول حفيدة للحسن الثاني وأسماها بنفسه سكينة، لتخطف سكينة مكانة والدتها في قلب الملك، فكانت قرة عينه ومدللته. كما رزقت الأميرة مريم بابنها الثاني الأمير إدريس. وفي عام 1997 استيقظ المغاربة على إعلان ملكي رسمي يعلمهم بطلاق الأميرة مريم من زوجها فؤاد الفيلالي، فصدم الجميع من هذا الخبر، فهي المرة الأولى التي تطلق فيها أميرة مغربية من زوجها بتاريخ المغرب. في جرأة وشجاعة كبيرة منها على كسر قواعد البلاط العلوي للمرة الأولى، فغيرت بذلك تقاليد القصر للأبد وأظهرت الجانب القوي من شخصيتها، لا تتقيد أبدا بأي قوانين، فهي أيضا أول أميرة تكسر التقاليد الملكية المتعلقة بتسريحات شعر الأميرات، ولك عند تجرؤها على تغيير تسريحة الشنيون الأميري التي جرت عادة أن تظهر بها أميرات المغرب إلى تسريحة شعر قصيرة، في أسلوب أكدت به الأميرة بصمتها العصرية المختلفة، وفرضت شخصيتها المميزة داخل المغرب لتصبح رمزا للمرأة العصرية التي لا تتقيد بالقواعد مهما كانت، وتحترم في نفس الوقت أصولها برزانة ودقة محسوبة. فما هو رأيكم حول الأميرة للا مريم؟ وكيف تصفون شخصيتها ومسيرتها؟ شاركونا رأيكم بالتعليق. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.